موضوعنا هلأ رح نكون بالمساحة الطبية، ويعد العلاج المناعي إحدى التقنيات العلاجية الواعدة اللي أحرزت تقدم كبير بالأعوام الأخيرة وبتجذب العديد من المعامل البحثية. العلاج يعتبر على أو يعتمد على جهاز المناعة ودوره في حماية جسمنا من الأجسام الغريبة واكتشاف الخلايا غير الطبيعية وعملها بالجسم. أكيد سلمى، يساعد العلاج المناعي جهاز المناعة للعمل بشكل أفضل ضد مرض السرطان من خلال تنشيط الخلايا المناعية داخل الأورام. كيف ممكن يكون هيدا العلاج المناعي؟ هل له آثار سلبية أو إيجابية؟ هل ممكن يكون بديل للعلاج الكيماوي بالمستقبل؟ لنحكي عن هذا الموضوع أكثر. معنا ضيفنا الدكتور حسان عبد القادر حسن، اختصاصي في علاج الأورام ومدير مركز الأمل التخصصي لعلاج الأورام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم صبايا، صباح الخير لكم للسادة المشاهدين. أكيد يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نبلش مع حضرتك ونحكي أكثر عن شو هو العلاج المناعي، وهل هو بلش يصير موجود عنا بسوريا، بدأ اعتماده كأسلوب علاج؟ صراحة العلاج المناعي هو ليس بعلاج حديث. نحن من عام 1879 بنحكى بالعلاج المناعي وبيتحاول انه يعرفوا شو آليته، بينحكى فيه طبعا، بس كامتى بدا تطبيق كآلية؟ بصراحه بلشت خلال السنوات الماضيه انه ينبحث عنه وينعرف شو آليته. بعام 1879 اكتشفوا انه هناك دور للجهاز المناعي في علاج السرطان، وكان هذا الموضوع بالصدفه عندما تم دخول مريض الى المشفى في احد مشافي امريكا، وكان عنده اصابه اسمها ساركوما، كانت اصابه كتله برقبته، وهي نوع من انواع الاورام السيئه التمايز ومن الصعب علاجها، حتى على الكيماوي ما بتستفاد. اثناء وجوده بالمشفى اصيب بعدوى بكتيريه. هذه البكتيريا ادت الى تشكل بثور انتشرت في جسمه وفي وجهه ايضا، ولكن الجهاز المناعي قام بمهاجمه هذه البكتيريا. اثناء مهاجمته للبكتيريا اكتشفوا انه جهاز مناعي قدر يقضي على البكتيريا وقدر يقضي على السرطان بطريقه. من هون بلشت فكرة أنه المناعة لها دور في علاج السرطان. تم يتطور الأبحاث وتم يتطور الدراسة فيها، وبلشنا نعرف كثير من أنواع الخلايا المناعية الموجودة، إن كانت التيسل أو التيسل 4 أو CD4، هاي بلشنا نكتشفها. ولكن الاكتشاف اللي كان هو ثورة في عالم الجهاز المناعي كان بعام 2018 من العالم الأمريكي والعالم الياباني اللي أخذوا جائزة نوبل في هذا العام، وقدروا يكتشفوا شو هي الآلية اللي بيشتغل فيها الجهاز المناعي ليقتل السرطان، شو هي الآلية اللي بتبثها خلايا السرطان لتخدع الجهاز المناعي. ومن هون بلشت الأبحاث وبلشنا نشوف نتائج هذه الأبحاث. طيب خلينا نحكي عن هي النتائج يعني وهي الأبحاث، أكيد أنت متوسع فيها بشكل كتير كبير. شو هي الحالات اللي تم فينا نقول عليها هي الدراسات؟ أي هي الحالات 100%. اللي كانت أكثر استجابة؟ لأنه في بنعرف سرطانات هي بتنتشر بشكل أسرع خبيثة وأنواع كثيرة ومختلفة، مضبوط هالكلام، عفواً كثير كبيرة تمام. فلما نقول هيك نعطي أمل لكل الناس، والله الأمل واعد جدا، فعلياً دائماً يعني مرض السرطان مربوط يعني بالحياة والاستمرار بالحياة 100%. ونحن عم نشوف دائماً دراسات تطول، تأخذ فترات كثير طويلة لتطبق على أرض الواقع. فخلينا نفصل هي الدراسة، أي دراسة علمية لأي دواء جديد إن كان مناعي أو كيميائي أو هدفي أو أي دواء جديد طبعا بحاجة إلى زمن، ولها ثلاث مراحل نسميها فيس 3-2-1، هدول هني اللي بتنتج من خلالهم أنه هذا الدواء فعال ولا ما مفعال. العلاج المناعي لحتى وصل لهاي الآلية مثل ما قلت لكم، تم اكتشاف البروتين اللي هو مسؤول عن خدع الجهاز المناعي، واللي قادر على أنه تمر الخلية المناعية من جنب الخلية السرطانية بدون ما تحكيها شيء. هدف العلاج المناعي كان تخيلوا أنه هو ما بيهاجم السرطان ولا بيروح صوبه ولا بيقرب عليه، هدفه بس انه يروح لعند الجهاز المناعي يقول له اذا بتريد هنيك في مشكله تفضل حلها، تفضل قوم بدورك. اذا علاج السرطان وين موجود يا جماعه؟ داخل اجسامنا. تخيلوا لوين هذا الموضوع مهم. طبعا هاي من اهم التقنيات اللي تم كشفها، انه في عنده مستضد اسمه البي دي 1 والبي دي ال 1، هدول تفرزهم الخليه السرطانيه لحتى تثبط الجهاز المناعي او تفرمله، ما تخليه يشتغل شغله. اكتشفوا شيء اسمه انتي بي دي ال 1، واللي هو بشيل هالمستضد هذا او الذيفان اللي عم تطلقه الخليه السرطانيه، لحتى بكل بساطه الجهاز المناعي يتعرف على الخليه السرطانيه، يعني حاله دفاعيه كامله، بس بيقدر يدافع عنها وهو قادر. خلايا التي سيل هي الخلايا المسؤوله عن قتل الخلايا السرطانيه الموجوده داخل الجسم. حتى في احدى تقنيات العلاج المناعي بجيبوا الخلايا التي سيل من الجسم، يعني بنسحبها من الدم
بنروح بنعمل لها دورة تدريبية. يعني قد تستغربوا من كلامي انه خلايا بنعمل لها دورة تدريبية، اي نعم، بنحط لها بعض البروتينات الإضافية مثل البلازما، آلية البلازما تماما تقريبا مثل البلازما تسفيل، بنحط لها بعض البروتينات لتقوي الخلية التائية تبعيتنا، بنرجع الجسم نفسها الخلية آلية اللقاح تماما، يعني عليك انه بنرجع على الجسم لحتى تصير هاي الخلية قادرة على التعرف على الخلية السرطانية والقضاء عليها. مثل ما قلت اللقاح، الآن صار في لقاحات لبعض الأورام. هون نحن عم نشتغل على الأكثر الأورام يمكن، أو الحالات يعني الأمراض السرطانية الأكثر يمكن بصراحة تقريبا كل الأورام عم يدرس عليها، كل الأورام تشتغل لأنها بنفس الآلية، آلية أنه نحن ممكن تتأثر بالجهاز المناعي. ولكن أكثر الأورام تأثرا بالعلاجات المناعية الحديثة اللي نحن بنقدمها أورام الرئة، الميلانوما اللي هو أخطر أنواع سرطان الجلد، أورام المثاني، أورام البروستيت، يعني كل هالقصص هي عم نشوف أنه لكل ورم من هذه الأورام هناك آلية تأثر معينة بالخلايا المناعية. نحن عم نحاول نعطي العلاج لنخلي الخلايا تتعرف على هالنوع من السرطان هذا. طيب دكتور، في بعض أنواع السرطانات اللي عرفت بسرطان الدم أو اللوكيميا طبعا. اللي هي بيكون نحن بنعرف أنه أول دفاع بالجسم هو الخلايا البيضاء أو الكريات البيضاء بالدم، فهذا النوع من السرطان هو أصلا بيكون عم بيأثر على هي الخلايا الدفاعية 100%. اللي أنت قلت هي بدها تتوجه صحيح. للجهاز المناعي صحيح. صحيح. وعادة هدول الأشخاص بيضطروا يعملوا تغيير مثل ما بيقولوا تغيير زرع نقي، أو في منهم بيغيروا دم مثل ما بيقولوا دائما، فبالتالي هل الآلية هي بتنفع معهم أو لا؟ بصراحة هون الآلية مختلفة. هون السرطان صار بقلب الخلية الدفاعية صحيح، يعني لهيك هي أنا الخلية بسألك. الدفاعية تسرطنت تمام. شلون؟ طبعا هي ما هي تسرطنت، تسرطن النقي، يعني النقي اللي بيولد الخلايا الكريات البيضاء والكريات الحمراء والصفيحات ما عاد تقدر يفرز الخلايا الطبيعية أو اللي بتوصل لحجم الطبيعي، فبنسميها النقرومات وهي خلايا غير ناضجة. مشكلتها أنه هي هون الخلايا غير ناضجة لا تقوم بدورة الطبيعي، وهذه يمكن اللي هو أصعب أنواع بصراحة، هو يعتبر من أصعب الأنواع، ولكن الحلول موجودة. الحل مثل ما قلنا لك أنه زراعة النقي، منجيب نقي جديد وبنزرعه لحتى يقدر يولد خلايا جديدة سليمة قادرة على القضاء على الخلايا المرضية. نسبة نجاح وهذا الشيء رائعة جدا بصراحة، كل ما عم تزداد نسب النجاح وعم تكون شفائية عند هدول المرضى، خصوصا عند الأطفال، لأنه أطفال أجسامهم أكثر تقبلا فتية أكثر طبعاً. لهيك لأنه حتى عملية زرع النقي عم نشوف حالات مش 100%. دائما بتكون ناجحة بصراحة عند الكبار. أكيد زرع النقي له استطلابات كثير، مو بس بالدم، سرطان الخصي في له زراعة نقي، بعد الساركومات في لها زراعة نقي، ولكن أمراض الدم عند الشباب أو الأطفال عم يكون استفادتهم أكثر. هلأ كل ما كبر العمر صار في صعب بتقبل العلاجات. طب ممكن بالمستقبل نشوفه بديل للعلاج الكيماوي، لأنه حتى العلاج الكيماوي مكلف جدا ولا له نتائج طبية بصراحة يعني. دائما هناك لكل مرض علاج حسب نوعه وطبيعته. العلاج الكيميائي ما زال لتاريخنا اليوم له دور في كثير من الأمراض، وهو شافي في معظم هذه الأمراض. العلاج المناعي يأخذ دور العلاج الكيميائي في بعض الأمراض، إيه في بعض الأمراض لا يستطيع، ولكن هو قد يكون دور مكمل. لذلك دور العلاج المناعي لحد الآن ما زال منشوفه خط ثاني أو خط ثالث بعد فشل العلاج الكيميائي. عرفتوا علي شلون؟ في بعض الأورام لا، صارت فورا بدك تبلش علاج كيميائي، لأنه صرنا نعرف الطفرة المسؤولة عن هذا المرض، فصرنا نعطي دواء لهاي الطفرة بنسمي علاج بيولوجي أو علاج موجه. أما العلاج المناعي ممكن يكون بالخط الأول إذا كان المرض متاستاتيك ديزيز أو منتشر، وبنعرف أنه نحن ما من فترة طويلة يقضي عليه بشكل تام تماماً. سرطان المستقيم إذا لاحظته أو سرطان الكولون لقوله علاج كانت نسب الشفاء فيه 100% بالرغم من أنه كان سرطان انتقالي، ولكن لأنه لقوا المستطد اللي هو الMMR، وقت لقوا الMMR عند هدول الأشخاص عطوهم الدواء المسؤول عن هاي القصة، فتم شفاء بشكل كامل. الأبحاث مستمرة، كل يوم في شيء جديد عم نطور هذا الموضوع، عم نبحث عن استطبابات هذا العلاج اللي لقينا له مثلا نتيجة بسرطان الرحم، بعد فترة لقينا أنه لا، نتيجته على سرطان المستقيم أفضل، أو هذا المرض اللي كان سرطان الثدي هو بس بيستفاد منه، لقينا أنه سرطان الكولون عم بيستفاد منه. هذا الشيء اللي عم نشوفه بشكل متطور صحيح. ودراسات شبه يومية. موضوع الأورام هو يمكن من أكثر الاختصاصات تطوراً، كل يوم في شيء أبديت جديد أكيد. كل يوم. طيب دكتور، خلينا نحكي عن الآثار الجانبية للعلاج المناعي، هل هي مثل غيرها من العلاجات إلى بعض الآثار الجانبية، أم هي فينا نقول أنه هو علاج آمن إذا ما فاد مثل ما بيقولوا، بما أنه نحن عم نحكي عن شيء جوا الجسم أو طبيعي صحيح. فدايماً الشيء الطبيعي بيقول إذا ما فاد ما بيضر. بصراحة هذا الموضوع لا، هناك آثار جانبية للعلاج المناعي، وقد تكون في بعض الأحيان أقسى من
الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي لهالدرجة. نعم طبعا هون لأنه يلعب دور تقبل الجسم لهذا العلاج ومدى فهم آلية العلاج المناعي من قبل الجهاز المناعي بحد ذاته، لأنه قد يكون تأثيره عكسي عند بعض المرضى. بصراحة نعرف قديش العلاج الكيماوي ثقيل على الجسم. هلا بصراحة العلاج الكيميائي صار في له مضادات للسايد افكت، يعني بنعطي دواء مشان ما يكون في اقياء او لوعة نفس او كذا. اثار جانبية للعلاج المناعي مختلفة قليلا، قد تتظاهر بظهور بثور على الوجه، قد تتظاهر باعراض هضمية شديدة مثل الاسهالات، قد تتظاهر بسمية للعلاج المناعي او تحسس من العلاج المناعي، لانه مثل ما قلت لكم كل جسم له رد فعل بيختلف عن الاخر تجاه اي علاج معين. هذا الموضوع بنشوفه بشكل مختلف بين مرضى واخرين. في مرضى ابدا ما بصير عندهم شيء، وهن الاغلبيه بصراحه انه ما بصير عندهم اي اثار جانبيه من العلاج المناعي، ولكن في مرضى للاسف من اول جرعه من العلاج المناعي بتلاقي جسمه ما تقبل هذا العلاج للاسف. طيب دكتور، خلينا قبل ما نختم حديثنا نحكي عن ايمت ممكن نبلش وفترة الخطة العلاجية للعلاج المناعي. العلاج المناعي تقريبا بروتوكوله يشابه العلاج الكيميائي، فأيضا هو يستهدف اليوم 21 يعني اللي هو يوم الانقسام الخلوي، فلذلك بنشوف انه نحن ممكن مثل العلاج الكيميائي كل 21 يوم بنقدر نعطي هذا العلاج، وفي بعض البروتوكولات ممكن تنعطى بشكل اسبوعي او كل 15 يوم. هذا البروتوكول يحدد من قبل الطبيب حسب نوع المرض، توضعه، اذا في عنده مستضدات، في عنده بروتينات معينه او في عنده طفرات معينه، هذا اللي بينشغل عليه. أكيد بالختام بدنا نتشكرك دكتور على وجودك معنا، ونتمنى يا رب بالمستقبل يكون فعليا في علاج شافي، نأمل من الله 100% ما يكون له آثار جانبية وثقيلة على المرضى يا رب لمرض السرطان بكل أنواعه. نتشكرك أكيد على وجودك معنا. شكرا جزيلا لكم صبايا، الله يعطيكم ألف عافية. شكرا لك دكتور ولكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. بنتمنى دائما يكون في أمل بالشفاء والشفاء التام لكل مرضى السرطانات بالعالم. شكرا دائما لك. في أمل إن شاء الله. شكرا لكم.